عمال يكسر في اي حاجه يشوفها، ده روحه بقت في المناخير. والاهم من كده بقى اللي النهارده 3 في الشهر ولسه ما قبضناش. هو ايه سبب ده كله؟ ما نعرفش يا مستر نجاتي، كل ما حد يخش له المكتب يقوم حدفه بحاجه في وشه. يعني ايه حدفه في وشه؟ هو ناسي ان انا شريكه في المطعم؟ لا 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 لا, لا يا ابني، لازم يصحى يفوق الحاجات دي. اوعى ما تخشلهوش ما تخشلهوش وهو في الحاله دي، وهو يجرؤ يبقى بالحاله دي قدامي؟ انت مش عارفني هلا، مش عارفني. اوعى. ايه ده؟ الله الله الله، ايه اللي جرى له؟ احنا لازم نجيب له دكتور. نجاتي سبتوني يا جوبنا؟ تعال يا نجاتي. ها ابراهيم، 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 ما تسيبنيش لما ادخل. ها تعال معايا لوحدك يا نجاتي. ده ابن اختي مش غريب، ابراهيم لهبل ما يفهمش حاجه. قلت لوحدك؟ ها
لو اتأخرت أكتر من 5 دقايق اتصل بالبوليس. بتقول له إيه؟ لا ولا حاجة. هات الإسعاف أحسن. نعم؟ من الآخر الحانوتي. إيه ده؟ بتعمل إيه؟ لا أصدقائي تبقى ملهاش لازمة. وقت العصبية هيبقى لازمتها وحشة أوي. اتفضل يا فندم، اتفضل أهو، اتفضل. نجاتي ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا سعاده البيت تحت امرك. انت مبسوط يا نجاتي؟ الحمد لله يا رضا، الشغل ماشي تمام وكل يوم بالليل نكوم الفلوس على قلبنا قد كده وننام. ايه شغل ايه؟ انا ما بسالكش عن الشغل، انا بسالك عن المود. انت مبسوط يا نجاتي؟ واتضايق ليه بس؟ يلا الحكايه شغل وفلوس، هل الحياه شغل وفلوس؟ اهو ده السؤال بقى اللي ما بحبوش ودايما اسقط فيه في الامتحان. عارف يا نجاتي أنا ناقصني إيه؟ عارف إيه؟ الحب. كل اللي عندهم فلوس على قلبهم قد كده تسألهم إيه اللي ناقصكم؟ يقولوا الحب. حب إيه يا رجاتي؟ أنا بتاع حب. ما ناقصك إيه؟ التفرد، التميز، التألق، النجاح، المجد. أنا صاحب مطعم. مطعم ناجح. إقبال منكرش، فلوس كتير. كل يوم المحاسب يجيب الإيراد، ياخد الفلوس يحطها في البنك، وكل الأيام شبه بعضيها مفيش فرق. أنا النهاردة عندي 1,000,000، بكرة عندي 2، مفيش أي إحساس بالنجاح. طب أنت عاوز إيه بالظبط؟ عاوز العالم كله يتكلم عني وعن شهرة عاد النور. افتح محطة فضائية. هي شغلانة؟ آه، مسميها محطة شي توتو تانا. مش شغلانة يا راجل، أي واحد معاه قرشين دلوقتي بيفتح محطة فضائية. وخليك انت كل في الكل، زع النشره وقدم الاغاني وقدم السهره واعمل كل، ولو ترقص حلو وبطنك فله اعمل اغاني فيديو كليب. فيديو كليب ايه ومحطه فضائيه ايه يا نجاتي؟ انا عاوز اعمل حاجه في مهنتي، عاوز اعمل هيت في مجال تخصصي يخليني مشهور. عارف الراجل ابو دقن بيضه ونضاره اللي بيحط صورته على العلب، الراجل بتاع الفراخ ده؟ عم عيسى هو بتاع الضهر. اسكت، مش مسكوب. اتضح انه بيبيع غربان مشويه وبيحشيها. انت عسوي مين؟ انا بكلمك يا راجل انت على الراجل اللي بيحط ديونه وفجله بيضة ده. ايوه يا ما اكلت من عنده كتير. او ماله ده؟ الراجل ده يزيد عني. لا ده هو ده اللي اكتشف سر الخلطه بتاع الفراخ. ايه الخلطه دي يعني؟ اخترع الكيمياء؟ اخترع الذره؟ هم شويه بقسماط وشويه بهارات وقعد يدهن بيهم الفراخ وبدا يبيعها وبقى اشهر واحد في العالم. يعني جيت في جمال، خلاص نلبسك بدله فوشيا جميله وبابيون برضو فوشيا وبرنيطه حمراء ونعمل لك صوره كبيره ونحطها على باب المطعم. لا يا نجاتي، انا مش عاوز نجاح كاذب ولا شهره كاذبه، انا عاوز ادخل موسوعه جنس. انت بتقول يا راجل؟ بقى الراجل لابس بدله بيضة كلاسيك وانت هتلبس جنز؟ جنز ايه يا نجاتي؟ موسوعة جنز دي موسوعة عالمية بتاعة الارقام الخرافية والخارقة. اي حد يعمل حاجة خارقة يخش موسوعة جنز ويبقى مشهور على مستوى العالم كله. ازاي يعني؟ تعالى تعالى جنبي هنا انا اوريك. شايف الراجل ده؟ اسمه يلماز اوزال التركيش. شفت شنب وده طوله 1.12 متر، 35 سنة قاعد رب في شنبه كده. عشان كده دماغه ميح ما فيهاش ولا شعر، رايح زار كل الشعر في جسمه وطلع في شنبه. عارف هو عليه بايه ده كله؟ عارف الراجل ده عايش بشنبه ده من ساعة ما دخل الموسوعة وهو عايش ببلاش، سفريات ببلاش، اوتيلات ببلاش، يعني من ساعة ما دخل الموسوعة ما حطش ايده في جيبه خالص. انت ناوي ان شاء الله تربي شنبك؟ ربي شنبي ايه يا نجاتي؟ لا انا هعمل ايفنت، حدث عالمي، كل وكالات الانباء العالميه تيجي تصوره وتذيعه على العالم كله. ما تنساش ان انا شريكك ب6%. الخير لما بيجي بيعم على الكل. هتعمل ايه يعني؟ مش انا اللي هعمل يا نجاتي، انا كلمت مدام سوزي بوفوار وهي اللي هتيجي تقول لي اعمل ايه. اهلا اهلا وسهلا مدام سوزي. مدام سوزي بوفوار دي المسؤولة عن موسوعة جينيس في الشرق الأوسط.
اهلا وسهلا. انا فرصه سعيده. اوه فوتغ غابت غو بيان. انا كمان بعرف انت رد عليا بالفرنسي. نجاتي مدام سوزي دخلت موسوعه جينيس علشان بتتكلم تقريبا كل لغات العالم بكل اللهجات. تفضل تفضل. تفضل اهلا وسهلا. بصي تفضلي. بصي بصي اهلا وسهلا. المطعم نور والله. المطعم بتاعكو شيك جدا. دي شهادة نعتز بيها مدام سوزي. عمال بقى الشهادة الكبيرة على ايديك ان شاء الله. تاكلوا ايه؟ طعمية. مستر نجاتي؟ ايه مفيش. مش قاعد مع ناس انا بتكلم، مش يبقى فيه نظر؟ واحنا بس المفروض يكون عندنا نظر؟ النهارده 4 في الشهر ولسه ما قبضناش فلوسنا. ايوه خلاص اسكت خالص. احنا بنلعب والله، قاعدين نتكلم في شغل، وبعدين احنا بنحاول نعمل للمطعم سمعة. انا مش هاكل ولادي سمعة. خلاص خلاص. تعرف مستر عادل بيعملكوا ايه يا اغبياء؟ مستر عادل بنفسه عاوز يدخلكوا موسوعة اسمه، يلا مصلى على النبي، جينيس. ايه دي؟ موسوعة جينيس اظن دي مش عارفينها كمان. انا ما اعرفش غير حاجة واحدة، اخد فلوسي اروح اكل الولية، اجيب لي الواد الصغير بامبرز وخلاص. اما فين عادل باشا؟ اوف كده. هي ده انا الراجل بتاعكم، انا اللي جايبكم. بعدين ايه، انتوا مش تثقوا فيا؟ لا. خلاص يبقى عايزين ايه؟ خلاص فلوسك عندي. والله العظيم لو قلت لي حتى عند الجن الازرق، انا مش شغال لا انا ولا المساعدين بتوعي. يلا بينا يا اولاد. لا انت ولا استنى مين اللي هيقلي الطعميه؟ يبقى خلي بقى الست جيسي بتاعتك دي اللي تقليها لك. يلا بينا يا اولاد. يا اولاد استنوا استنوا. دي الورطه المنيله، طب انا اتصرف ازاي؟ الو اي عادل، في مشكله، تعال بسرعه. طيب معلش بعد اذنكم. في ايه؟ في اضراب. اضراب عن الطعام؟ لا اضراب عن عمل الطعام. توما والطباخين رافضين يعملوا الطعميه. يعني ايه رافضين؟ ما هو اصلهم ما قبضوش. طب ما يصبروا. لا استنى بس، يصبروا ايه؟ بقالهم 4 ايام وانت ما قبضتهمش. هو انت ما تساعدنيش في حاجه ابدا يا اخي؟ اتصرف. يصبروا يصبروا. نجاتي الطعميه، انت ما تصدرنيش الا في الحاجات القويه. امري لله امري لله. ايها الشفات الافاضل، ايها الاخوه والاخوات. حلو، بدل ما ابتدت بخطبه يبقى مفيش فلوس. فلوس ازاي؟ مفيش فلوس. يا دي النيله يا دي النيله يا دي النيله. اسمعوني يا اخوانا، انا مقدر ظروفكم وعارف كل حاجه، بس صدقوني مش بايدي، عادل بيه هو اللي بيصرف المرتبات. يا عم يا عم، انت مش شريكه؟ ايوه انا شريكه بنسبه 6 من 10%، يعني اقدر اتصرف في الحدود دي، يعني اديكم مرتباتكم بنسبه 6 من 10%. يعني انت مثلا حسب النسبه دي هتاخد 6 جنيه وربع. وانا ان شاء الله هاخد كام؟ انت ربع من غير 6. وانا 3 وربع. وانا انت ولا مليم، ما اعرفش مين اللي جابك. لا خليهم لكم بقى. يلا بينا يا اولاد. توما حبيبي توما، اسمع بس الله يخليك. اسمع اسمع، بقول لك ايه، احنا نوكل الناس الطعميه الاول، ها اعملوا لهم شويه طعميه حلوه وبعدين هنتصرف، مفيش مشاكل. لو انت مش واثق فيها خد الساعه دي، ها ساعه فولكس. ايه دي؟ فولكس، ساعه فولكس تسمع الدقات من ورا مش من هنا. عايز النضاره؟ ادي لك النضاره. يا عم نجاتي احنا بقالنا شهرين ما قبضناش. يلا بينا يا اولاد. شهرين ما قبضتوش، يبقى فاضل لكم 3 شهور وتحطموا الرقم القياسي وتخشوا ملسوعة جينيس. ما قلتليش يا سامي بيه، زمان لما كنت عايش مع أمي قبل ما اتجوز اللي معايا دي، كان الأكل من إيد الأم له طعم وله ريحة تانية خالص. تصور لما كنت أرجع من المدرسة من على أول باب الشارع كنت أعرف إن أمي عاملة بصار. دلوقتي يشوا فرخه، يحمروا لحمه، او كله محصل بعضه. مفيش شريحه خالص. وفي الحقيقه يا استاذ ثابت، الستات زمان امهاتنا كان ليها نفس في الاكل، انما ستات الايام دي مفيش. عارف ها، انا زمان كنت اقعد على الحله اللي عاملاها امي
رز بالفول الحراتي بصاره صياديه اشطب على الحله دي. انما دلوقتي الكباب، الكباب شخصيا ملوش ريحه ملوش طعم ولا كانه كباب خالص. عارف الطعميه اللي انت بتاكلها الايام دي؟ ايوه عارفها. دي مش طعميه. نعم دي الكاميرا الخفيه. خفيه ازاي؟ زي ما بقول لك كده، شكلها شكل طعميه بالظبط، لكن دوق شم قرب ناحيتك مفيش طعميه. يا سلام، حكم وامثال وعبر يا سياده المستشار. اي أيوة والله. امال يا استاذ سافت، امال عارف الجيل الجديد من بنات الايام دي؟ ايوه الجيل الجديد بتاع الايام دي ده جيل محترم 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 جدا جدا. واضح ان انا دوست لك على زرار التشغيل. اسمع يا استاذ ثابت، الست زمان كانت تخش المطبخ تسمي بسم الله وبنفس راضيه وبايدين خضرة تعمل من الفسيخ شربات. النهارده الست تخش المطبخ تسيب له وتلعن في المطبخ واللي حكم عليها بالطبيخ وغسيل المواعين وتهبل وتلزق وتخبط وتشتم في الشغاله وتضربها. عشان كده نفسيتها مش مستريحه، الاكل يطلع وحش وحش فعلا. سامي بيه، انت مش ملاحظ انك قاسي كتير جدا على بنات الجيل الجديد ده؟ يا سامي بيه، الجيل ده جيل التيك اواي والدليفري، جيل عمره ما فرش طبليه ولا خرط ملوخيه، جيل بياكل في اطباق ورق، بعد ما ياكل يطبق الاطباق ويرميها في الارض زباله وحش. تعرف يا استاذ ثابت، انا امي لو كانت عايشه لغايه دلوقتي كانت دخلت موسوعه جينيس. ازاي يعني؟ زي ما بقول لك كده، امي ربتنا تسعه كلنا كملنا تعليمنا وتخرجنا من الجامعه، بقينا قضاة ومستشارين ورؤساء محاكم واطباء ومهندسين، وكان الدخل محدود جدا. عارف امي دي الله يرحمها كانت تقدر تعمل من الفول كام صنف؟ 162 صنف. يا سلام. انا مدمنه طعميه بموت فيها. مدام سوزي واكله لغايه دلوقتي 25 طعميه وشها اتملى سمسم. اطلب الاسعاف. خلاص يا نجاتي، انا عرفت نقطه ضعفها. مدام سوزي ما تجيش غير بالطعميه. طول ما طعميتنا حوالينا الموقف بقى في ايدينا. قلت لي بقى يا استاذ عادل، عايز تدخل موسوعه جانس؟ امنيتي، نفسي، وانا يا ريت برضو مكان صغير في الموسوعه حسب نسبتي 6 من 10%. بص يا استاذ عادل، كل الناس اللي دخلوا الموسوعه دخلوها بارقام كبيره جدا، ارقام ما حدش حققها قبل كده. بس احب اكد لك حاجه، ان كل الناس اللي حاولوا يدخلوا الموسوعه ما نجحوش في ان هم يعملوا الارقام اللي تدخلهم الموسوعه دي. ازاي يعني؟ مثلا في فلاح في امريكا كان عايز يزرع اكبر بطاطس في العالم، قعد سنين يعمل عليها تجارب ويديها هرمونات لحد ما بقت بطاطسايه كبيره جدا جدا جدا، وبعت لنا ورحنا عشان نصور البطاطسايه، ورحنا فعلا وصورنا وخدنا مقاساتها وكنا خلاص هنديله التشيك ويدخل الموسوعه. وبعدين فوجئنا بان فلاح تاني في الهند ما عندوش اي فكره عن الموسوعه زرع بطاطسايه قد البيت. فطبعا سيبنا الفلاح الامريكان ورحنا الفلاح الهندي. طب مدام سوزي، انا جايب سعادتك عشان كده تديني فكره اعمل حاجه واو وتدخلني الموسوعه. انا عندي فكره، انا هدخلك الموسوعه يا عدول. ازاي؟ نعمل اكبر تورتايه في العالم ونعملها بحجم المطعم، وتبقى قدام المطعم في عين بلد المطعم، نحط الشمع ونجيب المطاف يطفي الشمع. برافو عليك يا نجاتي، فكره هايله عظيمه. لا 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 لا، انصحكم ما تحاولوش. ليه؟ لان سبقكم الكوري كيمونو شيكو عمل تورتايه مساحتها 250 متر دور اولاني و250 متر دور تاني، واشتغل فيها تقريبا 112 واحد، وتقريبا اتكلفت 2 مليون جنيه مصري، ولحد الدقيقه دي ما حدش عمل تورتايه ولا حد سبقه قبل كده. طيب
نعمل اطول رغيف فينه. متفكر يكون طوله قد ايه؟ 13 متر و6 من 10%. برضه انصحك ما تحاولش، لان سبقك هوفمان من كاليفورنيا عمل رغيف عيش طوله 80 متر وكان شايله 40 راجل، ولحد دلوقتي محدش كسر الرقم ده قبل كده. جرايه يا ست سوزي، واحنا كل ما نقول لك فكره تكسري مقادفنا. يا استاذ عادل، انت فاكر الموضوع سهل؟ ده حدث عالمي وكالات انباء بتصوره وبتسجل عشان التاريخ. يعني انا مثلا لسه راجعه من سويسرا، كنا بنحضر احتفال الموسوعه بديك القرن. ديك دخل موسوعه جينيس؟ ايوه. وده دخل عمل ايه؟ عمل عرفه شمسيه؟ لا يا استاذ نجاتي، ده الديك الوحيد في العالم اللي بوت بنفسه. ديك بوت بيضه؟ شفت انت استغربت ازاي يا استاذ عادل؟ هي دي بقى الموسوعه اللي احنا بنتكلم عليها. بضها بنفسه؟ طب والفرخه ايه؟ اجازه عارضه؟ لا دي الشكريات يا نجاتي، هناك في سويسرا ما عندهمش الكلام الفارغ ده، في مساواه ما بين الفرخه والديك. مساواه؟ يعني الفرخه تطلع تدن، الديك يرقد على البيض مكانها، مفيش مشاكل، انما ديك يبيض. يا استاذ نجاتي، لازم اللي يدخل موسوعه يعمل حاجه اكسترا اوردينير. بعدك يا باشا. ايه ده؟ ايه ده؟ لو سمحت يا بيه، هتقبضونا امتى؟ احنا بنبيض جوه. بتبيض جوه؟ ايه راي سعادتك؟ اول شيف في العالم يبيض جوه. شيف، على فكره الطعميه بتاعتك تجنن، بس صغيره شويه، ممكن تعملها كبيره وتزود السمسم. توما، اعمل طعميه سبيشال للهانم، ها؟ طعميه مركزه من بتوع التصدير، ها؟ ها؟ حاضر. دلعها. ما نشوف اخرتها معاكم. يلا انتوا بخير. طعميه فرطحها يلا. لقيتها! وجدتها! لقيتها يا نجاتي! هي ايه؟ سوزي هانم، ايه رأيك نعمل أكبر طعمياية في العالم؟ أكبر طعمياية؟ أيوة، طعمياية قطرها 50 متر. مش دي برضو تدخل من الموسوعة؟ قطرها 50 متر؟ أيوة يا نجاتي، أكبر طعمية في العالم. أظن بقى سوزي مفيش حد في الدنيا سبقني وعمل أكبر طعمية في العالم. والله فكرة هايلة. اتفقنا. نيجي نصور امتى؟ اديني اسبوع واحد بس. طب اقول لهم الفكرة؟ اتفضلي. They wanna make the biggest tamale in the world. Oh, it's super. Marvelous. It's big tamale. That's excellent. Okay. اسبوع بالظبط وهنيجي نصور. يعني هدخل الموسوعة بالطعمية؟ النهارده مطعم تيفوتو بيواجه لحظة حاسمة وتاريخية في تاريخ حياته. نقلة نوعية من المحلية إلى العالمية. المجد العالمي. اللحظة اللي احنا فيها دي يا أولاد كلنا لازم نتكاتف. نشد على أيدين بعض. الأسبوع اللي جاي ده هيبقى أسبوع عمل متواصل. 24 ساعة في اليوم، محدش هينام، محدش هيروح بيته ولا يشوف عياله لحد ما نحقق الحلم. والمرتبات يا باشا، محدش في المطعم هيقبض ولا مليم، كل فلوس المطعم هتوجه لهذا الحدث التاريخي العالمي. وأوعدكم بعد ما ننجز المهمة دي شهر مكافأة لكل واحد فيكم، ده غير مرتباتكم المتأخرة. انما حضرتك ما قلتلناش ما هو الحدث الكبير الضخم اللي هيخلينا نستنى اسبوع كمان من غير ما نقبض فلوسنا. طعميايه. طعميايه ايه؟ هنعمل طعميايه. يا سلام، هو ده الموضوع اللي هيخلينا نستنى اسبوع كمان من غير ما نقبض فلوسنا؟ اخش اقلي لك 40 قرص دلوقتي وتخلصنا. الطعميه اللي بتكلم عنها دي مش مجرد طعميه عاديه. امال يعني ايه طعميايه نوويه؟ طعميايه تاريخيه هنخش بيها موسوعة جينيس للأرقام الذكية. الطعمية دي لا اتعملت ولا هتتعمل إلا هنا في تشيتوتو. شوفوا معايا، دي الطعمية التقليدية اللي احنا بنعملها. الطعمية عادية جدا، لو قسناها قطرها 7.5 سم. الطعمية اللي احنا هنعملها هتبقى أكبر من كده. الله، ما تقول قرص عجة يا عادل بيه. قرص عجة؟ بقى أنا جميعكم بتكلم معاكم انتوا علشان قرص عجة. الطعمية التقليدية دي
قطرها 7 سم ونص. طعم يا هي اللي احنا هنعملها هيبقى قطرها 100 متر. كم؟ انا توهت بتوع الموسوعه، قلت لهم هعمل لكم طعميه 50 متر، لكن الضربه القاضيه ان اعملها لهم 100 متر. شفتوا بقى خطوره الموقعه التاريخيه اللي احنا داخلين عليها؟ ده مستحيل يا باشا. مفيش حاجه اسمها مستحيل. اديك باط في سويسرا، احنا مش قادرين نبيض طعميه هنا في مصر. طب ازاي عادل بيه بس؟ طعمية 100 متر هتتعمل ازاي؟ وقدماء المصريين بنوا الاهرامات وعملوا المسلات ازاي؟ احنا بهرنا العالم من الاف السنين، لازم نعمل حاجة في القرن 21 تخلي العالم كله يتكلم عننا. نخش دلوقتي في مكونات الطعمية 100 متر. قول لي يا شيف توما، الطعمية التقليدية دي مقاديرها قد ايه؟ يعني شوية فول مدشوش على شوية كزبرة وشبت على حبة سمسم. بسيطة. نحسبها بقى على طعمية كبيرة قطرها 100 متر. أيوة. يبقى احنا محتاجين طن فول مدشوش، 3 عربيات نقل بمقطورة خضروات، وعربية كاملة نقل سمسم. طب وهنعجن العجينة دي بإيه؟ وهنعجن ده كله إزاي؟ خلاط الأسمنت بره يا عادل بيه. شفت؟ وهنعجن الطعمية في خلاط أسمنت؟ يا ابني ده خلاط أسمنت جديد لسه ما اشتغلش. وإن شاء الله هحضر صبة العجينة في الزيت. أنهو زيت ده يا عالم؟ على فكرة أنتوا الاتنين هتجننوني. أنا أجرت حمام سباحة وملته زيت عشان نقلي فيه الطعمية. نجاتي. الأيام تثبت لي دائماً وأبداً أنك رجل المهام الصعبة. سيدي الوالي دعني أعمل في صمت. أشكرك. طيب وهنكورها ونصبحها إزاي؟ يا ابني إحنا لا هنكور ولا هنصبح. أنا أجرت واحد سمكري يعمل لنا صينية كبيرة ستانلس ستيل. الصينية تتحط في الزيت، العجينة تترص جوه الصينية، خرطوم الحريقة بيرش السمسم حواليها، الصينية تدور لوحدها وتتقلي. يا ناس ده كلام يخش بنفخ أي حد. اكيد كده هتفرغل مننا وبوز. فرول ازاي بقى؟ طب افرض يا باشا جينا نقلبها على الجنب التاني علشان تستوي. ودي تفوتني يا ابني، الونش هيقلب الصينيه تطش تاني في الزيت. حاجات بسيطه. قائمه المشتريات يا عادل بيه والفاتورة. قولها لي. ايجار خلاط اسمنت 20,000 جنيه، ايجار ونش 25,000 جنيه، ايجار حمام سباحه 10,000 جنيه، تصنيع صينية ستانلس ستيل 10,000، مجموع 65,000 جنيه. 65,000 جنيه مصري فقط لا غير. اتفضل يا نجاة، ادي الشيك. 65,000 جنيه، ده غير مصاريف العجينة. كل ده عشان خاطر طعمية؟ ده علشان المجد يا حمار. مجد ايه واحنا لسه ما قبضناش؟ هتقبض، قلنا هتقبضوا كلكم. انتوا اصحاب المكان، نقبض الغرب الاول وبعدين انتم. احنا داخلين على مهمه قوميه كبيره، الا وهي صناعه قرص الطعميه. صناعه مصريه 100%. ده ابراهيم افندم السراجات. ايدت اللي دخلوا؟ طبعا يا فندم. في شويه شباب جايين برضو، خليك معاهم ويوزن وايد. طبعا. لا يا نجاتي، اخبار السمسم ايه؟ انا جبت حوالي نص طن. نص طن هيكفي؟ انا قايلين طن كامل. ما كان في ربع طن عيني عليهم، عرفت انهم هيعملوا طحينه، كنت حلقط الطحينه واسمسمها، قالوا لي ما تنفعش، بس ده اللي قدرت عليه. الهمه يا رجاله، الهمه. يلا هيلا هوب هيلا. ايه ده؟ اديت ضلوعك يا نجاتي. نجاتي انت اتجننت؟ ازاي مدخلهم الصاله؟ هيبهدلوا لنا الدنيا. مش في باب خلفي؟ خلفي ايه وامامي ايه يا سعادل؟ الله، ده الشارع بره اتملى والمخازن اتملت. الله، ده تموين بلد بحالها. طب الكرات والكزبره والحاجات دي اخبارها ايه؟ داخلين المناقصه بتاعتها باذن الله وهترسي علينا. انا جايبك شويه هديه. ايه مناقصه؟
علشان شويه بقدونس وكرات وكزبره وحاجات كده. مش داري، ما من ساعه ما زاد الطلب السعر غلي بقى نار. السعر بقى دبل. دبل ايه وبتاع ايه؟ انت عارف في كام محل فول وطعميه في البلد؟ انا عملت احصائيه اتضح ان احنا بنعمل في اليوم 280 مليون قرص طعميه، متوسط الفرد 4 طعميات في اليوم. جت بقى على شويه الفول والكزبره والحاجات اللي احنا طالبينها. ده انا سمعت ان في ناس تانيه بتلم الطعميه اللي في السوق. قرص الطعميه لغايه اول امبارح كان بحوالي ربع جنيه، امبارح بس وصل 75 قرش. ده لو لقيته. نجاتي، اوعى يكون حد غيرنا خد خبر ان احنا بنعمل الطعميه الكبيره دي وهيعمل طعميه اكبر منا وينافسنا. عيب يا معلم، ودي تفوتني. انا مسرح رجالتي يجيبوا لي خبر عن اي واحد عاوز يعمل اي حاجه كبيره في البلد. اصل لو حد عمل طعميه اكبر مننا بسنت واحد هو يخش الموسوعه ويزحلقونا. انا عرفت بالصدفه كده ان في واحد خد حته ارض في الطريق الصحراوي بتاع مصر اسكندريه، عاوز بيبني فيها قلايه زيت قطرها حوالي 150 متر. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ متشكرين يا رجاله، متشكرين متشكرين. حسابكم عند المعلم ميمس بره. هيعمل ايه في القلايه اللي قطرها 150 متر دي؟ ما انا استقصيت ورحت، وانا اديت فوتني يا راجل، رحت وعرفت بقى الحكايه. اتاري ست سوزي بروفوار هي والشله بتاعتها. الخونه. لا تستعجلش يا راجل، حرام عليك، ما انا عرفت الحكايه. ده يا سيدي واحد عاوز يعمل اكبر طبق اومليت في العالم كله، عاوز يكسر الرقم العالمي اللي عمله واحد في هولندا، عشان كده راح لمم البيض اللي في البلد كله. طيب العجينه بتاعتنا بقى اخبارها ايه؟ احنا لمينا كل مكونات العجينه من السوق كامله، يعني اللي فاضل ما يعملش غير 4 سندوتشات. مش مهم، المهم طعميتنا. الخبر الذي يتصدى نشرات واحاديث الناس عن الحياه المصريه اختفاء الطعميه الاكله الشعبيه عند المصريين. فجاه ارتفع سعر قرص الطعمية إلى 5 جنيهات، مما أثار الذعر بين الناس. أين ذهب الفول المدشوش والكرات والبقدونس والشابت؟ أين ذهب السمسم؟ لا أحد يستطيع الإجابة. هل أصبحت كلمة احتكار هي الكلمة السائدة في السوق المصري؟ هل هناك نية لخصخصة الطعمية؟ هل من الممكن طرح أسهم الطعمية في البورصة؟ أسئلة تطرح نفسها تبحث عن إجابة. من أمام مطعم تشي توتو المتهم باحتكار الطعمية، كان معكم حمودة المخلل من قناة طعمة الفضائية. لقاء حار مباشر مع الجماهير المتعطشة لأكل الطعمية. ها ها، إيه رأيك؟ شوف حضرتك، لما توصل لمؤاخذة إنهم يمنعوا الطعمية دي كتير قوي علينا. إحنا يا باشا ما نقدرش نعيش بغير الطعمية. في ناس النهاردة بتلفها وتشرب على أساس إن هي سجاير. وماذا عن ربة البيت المصرية؟ شوف حضرتك، ما بشتريش طعميه من السوق، انا بعمل العجينه في بيتي وبقليها بالزيت بتاعي، ولا بقى في فول ولا بقى في زيت ولا في حاجه وبعدين انا جاتي الموضوع كبر قوي، الناس اللي بره دي ممكن تخش تكسر المحل. انا عندي اقتراح، احنا عندنا عجينه زياده، نعملها طعميه للناس ونديها لهم مجانا لمده 3 شهور، وبعدين نبقى نشفرها. تشفر الطعميه؟ قصدي يعني نعملها باشتراك. يعني هو الطعميه الكبيره اللي انا نعملها دي مين هياكلها؟ اوه، انا مدي الكلمه لكل اصحابي، هم بس مستنيين. لما تقليها 5 ثواني مش هتلاقيه. عادل بيه. ايه؟ الاستاذ حموده المخلل المذيع بره وعاوز يقابل سعادتك يا فندم. ايه المخلل ده وعاوز يقابلني ليه بقى ان شاء الله؟ ده معرفش يا فندم. روح قول للاستاذ مخلل يتفضل، بالمره يفتح نفسنا على الاكل. اتفضل يا مخلل بيه. سخير يا فندم. مساء النور. اهلا وسهلا. نعم خير. الله 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 الله، ايه مالك متضايق مش طايقني ليه؟ في ايه؟ مش عارف ليه بتثير الراي العام ضدنا وبتهيج العالم بره ضدنا. يا عادل بيه انا ما اتبلتش عليك، انا ما جبتش حاجه من عندي، مصر كلها ما فطرتش النهارده. قرصين طعميه ورغيف يسندوا قلبهم لحد طهر. احنا بنعمل حدث عالمي، هنخش موسوعه جينيس علشان نعمل دعايه سياحيه للبلد. يا عادل بيه، قرص الطعمية وصل لخمسة جنيه، ده لو لقيته. بكرة يرخص يا سيدي ويرجع بخمسة ساعات. هو في حاجة تكلم بترجع ترخص؟ وأنا مالي وأنا وزير الاقتصاد يا سيدي. الله. سيد مخلل، شكلك كده ما فطرتش وتعبان، حتى منظرك وشك شاحب كده. أنا هفطرك، أعمل لك واحد أومليت اسبانيولي، ترانشات جبنة ألوميتال، هوت سوسج،
ترانشات كاريبيان بانفان سي سكي لاندول بالانقو تي سونغو تاكل وتفطر وترتاح وبعدين نتكلم. يعني لو فيها رزالة يعني سندوتش طعمية أقود بيه نفسي أكون لك من الشاكرين. منين بس أصل كل العجينة راحت الموقع. بس احتمال يكون الشيف توما مدكن شوية كده حتت كده لبعض المسؤولين، تعرفي ناس مسؤولين لازم طعمية الصبح. أحاول أنا أشوف لك. أنت مسؤول؟ أنا بصراحة مش فاهم حاجة خالص. يبقى مسؤول، تعال معي. فتحت العربية يا عبد شافي؟ عادل بيه، عادل باشا. لا عادل بيه ولا عادل باشا، ما عنديش طعمية يا سيدي. يا أستاذ عادل أنا قصدي. أنا عارف قصدك كويس، هتقعد تلف وتدور عليا وفي الآخر برضه هقول لك ما عنديش طعمية. جرالكوا إيه؟ مش عاوزيني أحقق الرقم القياسي وأعمل نصر قومي كبير وأرفع اسم مصر على اليد؟ بالعكس يا راجل، ده أنا معاك قلبا وقالبا. لم الفول والخضرة والسمسم اللي في السوق زي ما أنت عايز. أنا مش عايزك تخلي في السوق سمسماية واحدة حتى. أمال أنت عاوز إيه؟ أنا عايز أشكرك على احتكارك للأصناف دي وعلى سحبك ليها كمان من السوق، لأن في المقابل فتحت إذن استيراد من الصين بمئة مليون جنيه. عارف مكسبي فيه كام؟ 50 مليون جنيه. ولا ده يخصني في إيه؟ يخصك في إيه إزاي؟ ده أنت سبب الخير ده كله يا أستاذ، لأن إذن الاستيراد اللي أنا عملته من الصين ده عبارة عن بودرة طعمية جاهزة. طعمية مستوردة من الصين؟ وبالسمسم كمان. انت عارف ان انا الزبون هنا قديم في المطعم من زمان والمكان مكاني. ده صاحب مكان والمكان تحت امر حواجبك. انا واقف عرضك طالب واحد طعميه قرص واحد بس. ليه بس انت كده بتحرجني؟ انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. ابوس ايديك. استغفر الله يا ابوس ايديك. استغفر الله استغفر الله. ده عامل له ايه بس؟ هجيب له منين بس انا قرص طعميه؟ مستر نجاتي، مستر نجاتي. من الاخر مفيش طعميه. انا جاي لك من طرف سياده اللواء. الباشا بنفسه؟ هو بعت لك الجواب ده. خير، اللهم اجعله خير. السيد المحترم الاستاذ نجات المحترم 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 برجاء اعطاء عامله عدد 2 قرص طعميه بناء على روشته المرفقه من السيد عميد الكليه للاهميه. ايه خير حالته؟ ايه عنده؟ ايه؟ لا حول الله يا رب. If you have also three meals. Oh my god. هحاول. يا ناس حد يكلمني، حد يرد عليا. يا مستر نجاتي، مستر نجاتي. ايوه السيد. شوف يا مستر نجاتي، اللي بيحصل ده مخالف للدستور. انا من حقي قانونا اني الاقي قرص طعميه. اللي بيحصل ده مخالف لكل معاهدات جنيف. ولا هاي عايزين طعميه، 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 عايزين طعميه. الحق يا عادل، كارثة. في ثورة برة. الثورة قامت؟ ثورة الطعمية الأولى. لا يا نجاتي، أنا لن أتراجع مهما حصل. أعداء النجاح عاوزين يسنوني عن العمل العظيم الرائع اللي أنا بعمله. الطعمياية هتتقلي وموسوعة جنس هتكتب اسمي بأحرف من ده. ومين اللي هيقليه؟ الشيفات. الشيفات وعمال المطبخ كلهم عاملين إضراب وانضموا للثورة. الله 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 الله، دي خيانة بقى. لا دي مش خيانة، احنا اللي خونا يا عادل. انت معاهم يا نجاتي؟ حاجة الناس بتحبها نحرمهم منها ليه؟ ماتشات الكورة بنشفرها، الأفلام الحلوة بتاعتنا بنشفرها، حتى الأغاني الجميلة بتاعت زمان هربت مننا خلاص، حتى الطعمية يا عادل. وأنا جايلك طوابير، عالم واقفة قدام محلات الطعمية، والستات شايلين العيال، العيال قاعدين يصرخوا ويعيطوا. ده بدل ما نرجع سندوتش الطعمية بشيلن بدل ما هو بخمسين قرش، بدل ما نصلح الطعمية ونطورها ونخليها غذاء صحي، بدل ما ندعم الطعمية نحتكرها. اللي يدور على مجده الشخصي يبعد عن أرزاق الناس وأكل عيشهم. عادل أنا بقولها لك
والأول مرة. أنا عاوز أمشي وأخد نصيبي 6% وأصفي حساباتي دلوقتي حالا. تتخلى عني أنا جاتي؟ أنا مش هاخد فلوسي كاش، أنا هاخد حقي عجينة. عجينة إيه؟ عجينة طعمية، وأوزعها بمعرفتي لمحبي الطعمية والناس الغلابة. عن إذنك يا عادل. استنى أنا جاتي، استنى. قول لي، الولاد اللي كانوا على كتاف أمهاتهم كانوا بيعيطوا جامد. أيوه. طب إحنا ما نقدرش نلاقي لهم بديل لغاية بس ما نخش موسوعة جنس. مفيش بديل عن الطعمية. أنا مستعد أوفر لهم كباب وكفتة إن شاء الله أخسر فلوسي كلها. الكفتة ما تغنيش عن الطعمية. بص يا عادل، أنت داخل موسوعة جنس. يوم ما هتدخل موسوعة جنس هتخرج من حياتي أنا. أريفاديرتشي سينيور عادليتشي. استنى يا نجاتي. يا سيد نجاتي، أعمل معروف، عشمتني بالسيمون فيني والكرواسون، ما لقيتش غير بضايا، بضايا واحدة، حرام عليك يا أخي. يا أستاذ عادل، عشان خاطري أعمل معروف، ما يغركش منظري، ده أنا ممكن أقع من طولي. نفسي في سندوتش إن شاء الله يكون فيه طعمياية واحدة تعدل المزاج، تظبط المسائل، الله يخليك. اسمع يا نجاتي، أنا مش هدخل الموسوعة الجنس. أنا فكرت في نفسي وبس، فكرت في مجدي الشخصي ونسيت الدنيا كلها علشان نجاح مزيف. النجاح الحقيقي يا نجاتي إنك مش بس تعمل حاجة لنفسك، إنك تعمل حاجة لكل الناس، لكل البلد. طيب هتعمل إيه يا ريس؟ قرار رقم واحد، كل عجينة الطعمية الموجودة في الموقع توزع على محلات الفول والطعمية بحصص متساوية وبسعر التكلفة، ويشترط على المحلات إنها تبيع سندوتشات الفول والطعمية بأسعار مخفضة. قرار رقم 2، كل أزايز الزيت الموجودة عندنا في المخزن ترجع لأصحابها وبسعر التكلفة أيضا. قرار رقم 3، توفير الطعمية لكل المواطنين بدون قيد أو شرط. هو ده الكلام؟ تعال يا ابن شمي. يا عيس عهد الزي رجل الطعمية، يا عيس عهد الزي رجل الطعمية، يا عيس عهد الزي رجل الطعمية، يا أول يا عيس عهد الزي رجل الطعمية، يا أول. طعمية مش شعب، مية مية طعمية، طعمية مش شعب، مية مية شخصي. لا، أنا بعمله علشان اللي يفكر يشتري حاجة ويخزنها ويمنعها على الناس ويحتكرها لنفسه يحس شوية على دمه. هلو؟ يس؟ عادل بي أوفيس؟ أو مدام سوزي؟ لا لا، مش هنا، مش هنا، مش هنا. سوزي بتاع الموسوعة؟ أهلا أهلا. نعم؟ إمتى ده؟ والله؟ حاضر، هقول له. ايه في ايه؟ دي مدام سوزي بتقول ان في شيف في كاليفورنيا اسمه جوني ستيف عمل طعميايا اكبر من الطعميايا اللي كنا هنعملها، عمل طعميايا قطرها 300 متر. ياكلها هو بقى.